السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الشيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله بخير. يا مبارك محمد علي الصقر معك. يا مرحبا يا شيخ محمد، الحمد لله على الله سلامتك يرفع عمرك يا رب. وسلامة أهل بيتك جميعا وأبنائك وبناتك، بارك الله فيكم. انا بتصل بعزمك على فرح بنت زهره، والله يعني والله شرفت بوجودك. والله يشرفني والله، لكن الصحة لا تساعدني للذهاب إلى الإسكندرية. ربنا يحفظك الله ويكتب لك فرح ينجينا ان شاء الله. وإياكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم بنسألك ويتمم. الدعاء بالله عليك ليها واجب واجب إن شاء الله، بس أرسل لي رسالة على الهاتف الخاص. تفضلا حاضر منك، شكرا.